الحمد لله كاع الاجراءات الاحترازيه الحمد لله بتنسيق مع وزاره الاوقاف مع وزاره الصحه الحمد لله كانت الامور الحمد لله مضبوطه وحنا مصحوبين بالسجاده ديالنا وبقاروره الماء حتى هذه مهمه قاروره الماء وكذلك وسائل التعقيم والسجاده نسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا هذا الوباء وان يحفظ وطننا وشعبنا وملكنا وشكرا. الاحساس ديالي انا فرحان باش هذا باش نصلي الظهر هنا ان شاء الله داكشي مزيان ندير كمامه وندير ونبعد من اللي حدايا نبعد من واحد متر ونص ولا متر المهم باش ناخذ الوقايه بيناتنا كنتمنى الله يرفع عنا الوباء ونبقاو ديما نجيو للجامع ما كنهناش نبقاو جايين ديما للجامع وتفتح الابواب ديال الجوامع ديال المملكه كلها هي الوضوء كنتوضاو دابا في ديورنا ايوا كتجي كتجي معك السجاده ديالك وتجي ديال الكمامه ايوا هادشي اللي خصنا نديروه راه حنا كنديروه ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. الناس كتحس بواحد الشعور صراحه الناس كانت محرومه وداكشي وكنتمناو ان بنادم ينسجم معنا وينضبط معنا باش الامور دوز بخير وعلى خير هذا وهادشي كلشي قمنا به وداكشي على اساس باش نقوموا ان شاء الله بهذه الفريضه وداكشي على احسن ما يرام.